رمضان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شهر رمضان الكريم المبارك شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد الشياطين بالسلاسل مع دخول أول ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم المبارك. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين. وورد هذا المعنى في عدد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتفتيح أبواب الجنة علامة على انفتاح أبواب الخير وكثرة من يسلك سبيل الجنة في شهر رمضان بما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من أنواع العبادات. وإغلاق أبواب النار علامة على انغلاق أبواب الشر وأبواب المعاصي في هذا الشهر الكريم المبارك الذي ينبغي أن يقلع فيه المسلم عن معصية الله سبحانه وتعالى وأن يقبل فيه على طاعة ربه سبحانه وتعالى. وتصفد فيه الشياطين، فالشياطين تقيد بالسلاسل، وتصفد الشياطين ومردة الجن فلا يتوصلون إلى ما كانوا يتوصلون إليه قبل رمضان من إغواء بني آدم وإضلالهم. وهذا إعانة من الله سبحانه وتعالى لعباده في هذا الشهر الكريم المبارك. يهيئ الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين إلى اغتنام هذا الشهر الكريم المبارك والإقبال فيه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالسعيد من وفق لاغتنام هذا الشهر الكريم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.